لما تنطلق عندكم حملة لصيانة الأنهار والمجاري المائية يعني الموارد المائية، نعم، كيف تبدأ؟ شنو مراحلها؟ ومن هي الدوائر المتعاونة معكم؟ نعم، عملنا إضافة إلى خدمة المشاريع الإروائية، وفيكون تماسنا يعني مباشر مع شعب الري في الأقضية والنواحي، فدور الكبير في إزالة هذه الترسبات هو يخدم محطات الإسالة في هذه النواحي. فالقائم مقامية ومدراء النواحي أكو تعاون جدا يعني، وتواصل مستمر عن طريق الاتصالات المباشرة، حتى إذا ما اتصلوا بي فيكون اتصال عن طريق مدير الموارد المائية بدورة يتم الاتصال بينا، فلأن خطتنا مشتركة وتفيدنا مشترك، ودائما نعمل حسب الأولوية اللي ذكرناها يعني. فالاهتمام بمياه الشرب جدا ضروري. لا ننسى أيضا دور الجهات الأمنية الموجودة في القواطع العمل، غياب دورهم إحنا مستحيل نعمل في هذه القواطع يعني. فأكو تعاون جدا عن طريقيات العمليات أيضا، زود آمرية الأفواج والألوية جميعهم بكتب من أجل تعاون ويانا من أجل حماية كوادرنا خلال العمل في هذه المناطق. وحاليا الحمد لله يعني نعمل في أبعد نقطة في ضمن محافظة كركوك بجميع النواحي والأخضية.